استشهد فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الصهيوني خلال اقتحامها مدن الضفة الغربية وسط مواجهات واشتباكات ضارية، ليرتفع عدد الشهداء منذ 7 أكتوبر الماضي إلى أكثر من 164 شهيد. هذا وأصيب فلسطينيان بالرصاص الحي خلال اقتحام الاحتلال بلدة بيت فوريك بنابلس، مما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان الذين حاولوا التصدي لقواته. وفي مدينة جنين استهدفت مسيرة إسرائيلية مخيم جنين بصاروخ، وذلك عقب اقتحام قوات من جيش الاحتلال المدينة تسندها عدد كبير من الآليات العسكرية.